الفرنسي ميليه في حراسة المرمى. في الدفاع يلعب بعد 5 انتصارات للهامرز وتعادلين وكرة عرضية بالراس تأتي الرأسية وطاقة صفراء كليغ ماتيو تأتي من أجل العودة. هدافين سعيد بن رحمة في المباراة الرسمية الأولى كأساسي كرة عرضية وسويتشيك يحاول سعيد بن رحمة جانبي أليويسكي لكن الكرة تصل باتجاه سعيد بن رحمة. بن رحمة يحاول يتقدم بن رحمة مر وعدى سعيد ثم كرة قوية من بن رحمة لكن الدفاع يتدخل من أمام سعيد بن رحمة. الزائري 5 شبيتة عرضية مقوسة نحو المرمى بالراس في مرمى الجودسون بارك على حساب التوفيز طبعا في الجولة قبل الماضية. بالنسبة تقدم بالرحمة يمر يعدي عين على المهارة والتمريرة البينية لكن لا فرصة وتسديدة ولكن تعدي بالرحمة. سعيد يحاول بالرحمة أمام المنطقة بالرحمة والضربة لا تتخلص ثم بالرحمة إحصائيات وأكيد الإحصائيات المتعلقة بالأهداف وهو رقم كبير جدا. هنا سعيد بن رحمة الله على سعيد الله على بن رحمة الله على المتألق الله على المبدع.